كلكم لما كنتوا صغار كان في عندكم كودات بالبيت، كود مين بحطه؟ الأم بتقلك كيف بدك تتصرف، كيف بدك تشتغل، شو بدك تقرر، كيف بدك تتحرك، لأنه هي بتعرف مصلحتك أكتر ما أنت بتعرف. أهم كود كان لما نكون بزيارة عند ناس كان وقت الضيافات، لأنه بس تجي الضيافة بدنا نتطلع كلنا لميلة أمي تناخد منا إشارة إذا إيه أو لا أو بعدين أو لا ما بدهم أو مش طالع عبالهم أو هلأ بعضهم أكلين يلي هن ما بيكونوا صايرين أبداً. بدنا ناخد كود أو إشارة منا لحتى نتصرف. ليش؟ لأنه نحن تلقائياً إذا منفكر كولاد اعتبر في قدامك سلة شوكولا، شو القرار اللي بدك تاخده؟ بدك تترفع؟ عمرك 5-6 سنين بدك تترفع؟ بدك تكمش، بدك تغرف. عقلك أو بالأحرى تنقول قلبك عم بيقلك كول سحاب شيل، وعقلك عم بيقلك لا انطور، في كود، في كلمة سر. فبصير في شيء قدامك عم بتشوفه، في كلام عم تسمعه، في مدام عم بتقلك تفضل حبيبي شيل طنط، وفي عقلك عم بيقلك اتطلع لهنيك لأنه القرار بده يطلع من هون. شو اللي لازم تتصرفه؟ لأنه ياما أيام يلي لازم تتصرفه هو عكس اللي أنت مقرره. أنت بينك وبين حالك مقرر، بس ناطر لتشوف هل يا ترى رح ينسجم مع قراري وتوجهاتي ولا رح يغير لي الطريق اللي أنا مفكر فيها. نفس الشيء اليوم رتوب الإنجيل، راح يسوع الناصر عبيته، يعني قاعد بين أهله عطول كتاب، لأنه هن بالمجامع تبعهم دايما الزائر له الأفضلية، المعلم الزائر له أفضلية أنه يقرأ. قالوا له ليسوع أنه تفضل قري، بيفتح وبيقرأ من سفر أشعيا، قري من سفر أشعيا النبوءة عن المسيح، شقف منا لهيدي النبوءة عن المسيح شو جاي يعمل، وبيسكر الكتاب وبيحطه على جنب وبيقعد. شو بيقول الإنجيل؟ بيقولوا كل العالم كانت عيون جميع الذين في المجمع شاخصة إليه. في كود، في كلمة سر. نحن دائما بنقري لهذا النبوءة لهالكتاب اللي بسموه الإنجيل الخامس لأشعيا، الناس كلها بتعرفه، ما كل جمعة بيقروه من أول ما خلقوا لكبروا وبيحفظوه حتى هن وصغار، ناطرين من يسوع شو بدك تقلنا، لأنه نحن في براسنا شيء معين. شو هو؟ رح قلكن. اليهود ناطرين المسيح وكانوا كلهم عم بحسوا أنه يسوع معقول يكون هو المسيح، فإذا ناطرين منه الإشارة لحتى يحققوا الشيء اللي هن بفكروا فيه، وهو الحرب ضد الرومان لحتى ياخدوا الأرض ويرجع لهم الملك ويحطوا ملك، وساعتها بيرجعوا بيرمموا كل قوتهم وبيرمموا كل مفاصل دولتهم أو حياتهم أو شعبهم، وبتبلش شو هون؟ تنزل البركة من عند الله. فإذا هن ناطرين بركة الله، وبقلب المزامير بتشوفوا كيف كانوا يكتبوا هن وبالسبي وهن مشرحطين يقولوا له إلى متى يا رب؟ يلا ابعته للمسيح، ابعته لحتى نرتاح وترجع بركتك، دمروا لنا الهيكل، شحطونا من أرضنا، نحن اليوم محتلين، في ناس محتليننا، نحن غرباء بقلب أرضنا، إلى متى يا رب؟ يلا اشتغل. فإذا شو عم بسمع أنا؟ عم بسمع كلام أشعيا عم بيقلي عن المسيح شو جاي يعمل، وبذات الوقت أنا عارف أنه بدي هيدا الشيء، فإذا هالسلة قدامي بدي شيل منها، عم بسمع حدا عم بيقلي تفضل شيل شو بتعرف عن المسيح، وإذ في حدا يمكن يكون المسيح قاعد قدامي حتى نشوف هو شو بده يقلي، هل بشيل بتضيف من أفكار الخاصة؟ هل باخد شو أنا بدي؟ أم بنطر الشيفرة من شخص بيعرف شو عم يقرأ؟ من شخص فاهم عن شو عم ينحكى؟ طيب
هو الجواب وصل لهم بدون ما حتى هن ينتبهوا. ليش؟ سفر أشعيا ما بيخلص مطرح ما وقف يسوع راية وسكر الكتاب. يسوع عم بيقرأ: روح الرب علي لهذا مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي بإطلاق الأسرى، عودة البصر إلى العميان، أطلق المقهورين أحرارا، وأنادي بسنة مقبولة لدى الرب. وقف، سكر الكتاب وحطه على جنب وقعد. روحوا على سفر أشعيا الفصل 61 يلي بتلاقوا فيه هذا النص اللي عم يقريه يسوع، ما بيخلص هون. في من بعد أرسلني لأنادي بسنة مقبولة لدى الرب، في كلمة انتقاما لإلهنا. شو ناطر الشعب اليهودي؟ ناطر الانتقام، ناطر ربنا يطبش ويبطش ويشبق ويضرب بإيد من حديد. وإذ يسوع المسيح يلي هو اللي بده يعمل لازم هيدا الشيء، وقف قبل هيدي الكلمة، لأنه الانتقام ليس ما في عقولنا ومش مثل ما نحن منفكر فيه. وقف وسكر الكتاب وحطه على جنب، وصاروا كلهم ناطرين. شو؟ ما في بركة؟ ما رح تجي بركة الرب؟ ما في انتقام؟ ما في تغيير؟ ساعتها يسوع بخليهم يركزوا على اللي انقال قبل تيغوصوا فيه. البركة حاضرة والنبوءة تمت. من هيك بقول لهم: اليوم تمت هذه الكتابة التي تليت على مسامعكم. وينين النبوءة؟ هي يسوع بذاته. وينين البركة؟ هي يسوع بذاته. وينين الطريق إلى الانتصار؟ هي يسوع بذاته. وينو حضور الله والمسيح اللي بده يخلص ويغير؟ هو المسيح بذاته. وبعده لليوم نفس الشيء. بعدنا اليوم منقرأ بمنظارنا الخاص، وبعدنا اليوم منطالب الله بأمور نحن بدنا إياها، وبعدنا لليوم منغرس ومنشيل ومنغمق ومنتضيف من أمور الدنيا، وأعيننا لا تنظر إلى المسيح وإلى كلامه. نتطلع فيه ناطرين منه يقولنا: إيه كفوا كفوا اللي عم تعملوه. نتطلع فيه ناطرين يقولنا: إيه اللي بدكن إياه رح يصير. بدك تنتقم؟ يلا ننتقم. بدك نكسر؟ يلا نكسر. ما دام الشر ماشي وانت برايك انه ما دام الكل اشرار نحن كمان اشرار، وعم بتصلي بالكنيسه، عم تتطلع بالمصلوب، ناطر منه يقول لك: ايه كفي شرك، كفي سرقتك، كفي 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 كل الامور يلي انت معلق فيها الدنيويه، كفي خربان بيتك. برافو، اوعى تتراجع، اوعى تجربوا تلاقوا حل. كفوا كف. هيدا يسوع عم بيقلنا البركة هلأ موجودة، وأنا اللي رح أعملها لما بشر المساكين. مين هن المساكين يا جماعة؟ مين المسكين؟ نحن ما بنعرف نستعمل كلماتنا، ربنا بيعرف. نحن بالنسبة لنا المسكين من ريت منقول هاي المعطر عقلاته عقده، أو المسكين يلي سرقوا له بيته ومصرياته، مسكين مسكين. لا، لما ربنا يقول أبشر المساكين عم بيحكي عن اللي بدهن العدل ومش واصل لقلن العدل، يلي بدهن السلام ومش عم يحصل السلام، يلي بعدهم ماشيين بالحب وعم بيأكلوا عصي من وراء الحب. هودي المساكين، هودي اللي جاي كرمالن. لأطلق الأسرى، الناس يلي مخنوقة بخطيتها، الناس يلي خنقة المجتمع تبعها وحالة ووضع الناس يلي حواليها، هودي بدي أطلقهم، بدي أقول لهم أنتوا أحرار. يا جماعة هودي رح ترجعوا تشوفوهم بأعمال الرسل، ورح ترجعوا تشوفوا بكلام مربولوس برسائله، رح يقول لهم نحن أحرار بالمسيح. ما بقى في شيء بهدينا، ما بقى في شيء. هيدا ما كان موجود بوقتها. ما فيكن تتصوروا كلمة يسوع شو هي قوية ومش موجودة على الأرض، وبعدها لليوم مش موجودة. بوقتها مع كل العقد ومع كل الأنظمة اللي موجودة، يجي حدا يقول لك: أنا حر، أنا حر بيسوع.
نحن لهلأ بعدهم عم بينادوا بالحرية والمساواة والعدالة. من كم سنة لبلشوا يتفقوا السود والبيض بأمريكا. هلأ بيقولوا لي عنصري، ما بيقولوا سود، بيقولوا صاحب البشرة السوداء. منيح، بدنا نختصر. بيتخانقوا عطول، في الأكبر والأصغر. وعنا بلبنان، عنا بلبنان قديه في جنسيات دول، بس نستعمل الكلمة بنستعملها بمسخرة لأنهم أقل منا. تخيلوا يسوع من أيمتى عم بحررنا، وهو محررهم، هاو المساكين، هاو اللي نحن منتطلع لهم إنهم تحت، هاو يتوقون إلى العدل والمساواة، وربنا هاو رايح لعندهم، وهاو اللي رح يطلق أسرهم وعقدهم. عودة البصر إلى العميان، نحن نقشع شي مرة مثل الخلق، نقشع صح. وأطلق المقهورين أحرارا. يعني شو يعني أطلق المقهورين أحرارا؟ ليش الدنيا رح تتغير؟ ليش في شي مرة رح يصير في سلام تام؟ أبدا، إلا بقلبك. أعطيكم سلاما لا كما يعطيه العالم، من هيك ستنطلقون أنتوا المقهورين أحرارا. ما بقى مقهورين، شو ناطرين؟ ما هن ليه مقهورين اليهود؟ مقهورين لأنه ما صار اللي بدهن إياه. ربنا عم بيقول لهم رح يصير بس بطريقتي، بمجرد ما ادخل على قلوبكم انتوا رح تنطلقوا احرار، بطلتوا مقهورين. ولك ابشع اكتر شغله بتقهر يلي بوجنا، انه يحاولوا يقهرونا بطرق الارض ونحن نكون مش معلقين بالارض. يجي يقطع عنك المصاري وانت ما بيعني لك المصاري، يجي يزركك بكلام قاسي وينكوز فيك بكلام جارح أو بإهانة تيولع فيك ويقهرك، وأنت ما بيأثروا فيك هاو ولا بيقربوا عليك هاو. هذا يسوع. يوم الصبح أنا أكلت بهدلة من مرة، بس كنت عم بتضحك هي وعم تحكي. خلص لما تكون أنت مصلي الصبح وهيك عايش بسلام ربنا، بتصير تقشع الأمور قبل ما توصل لعندك، يعني ناطر الكلمات اللي عم تطلع من تمه وعارف شو بدها تقلي. بس خلصت بهدلة قلت لها صباح الخير، المجد ليسوع، ربنا يباركك. ما بدي يباركني. قلت لها إذا مخانقة مع الله شو بده يطلع معي يعني. أنا هي ذاتها بتكفوا طريقكم، ما بتخل، ما بقى في شيء بأثر فيكم ولا شيء. هيدا بسموه أطلق المقهورين أحرارا. ما بتصير كل الوقت مقهور ومنك عارف ليه. ترجع بتعيد الشريط تبع نهارك او تبع اسبوعك، بيطلع حدا قايل لك شي كلمه، حدا مقشطك شي شغله، شي حلمت بمركز او ببوست او بشو بعرفني، حلمت بانه تترقى انت، ام وصلت على الشركه يه ترقى حدا غيري. ما بتفرق، ولك ما لهم طعمه. ونادي بسنه مقبوله لدى الرب وسكت، مش بالانتقام، سنة مقبولة لدى الرب. وما هو المقبول لدى الرب؟ سنة الحب. وقديه فترتها سنة الحب؟ عمر لا ينتهي. هيدا اللي ربنا عم بيقوله. إذا بتروحوا على سفر أشعيا بكفي بعض النص، ما بيخلص هناك. بيرجع بيقول لأعز النائحين، نائحين يلي زعلانين وعم بينوحوا، لأمنح نائحي صهيون يلي عم بينوحوا بصهيون تاجاً، تاج جمال بدل الرماد. شو عم بيقول ربنا عن المسيح؟ تعرفوا ليش بيستعملوا الرماد؟ كانوا يذرون الرماد على الرأس، يعني بيرشوا الرماد على رأسهم علامة توبة. نحن أيمتى منعملها هاي؟ تنان الرماد منبلش نعمل، أذكر يا إنسان أنك تراب وإلى التراب تعود، فإذا تفضل توب عن أخطائك لأنك رايح التراب. بس بدل ما نرش صرنا نحطهم على جبيننا. ربنا شو عم بيقول؟ كل يلي كانوا عم بيقولوا يا رب دعان حياتنا، يا الله شو عملنا، يا رب نحن خاطئين، يا رب نحن رايحين على الموت، وعم برشوا الرماد، جاي لهودي يلي تايبين توبة حقيقية يشيل الرماد ينفضلن ياهن ويحطلن تاج من الجمال، جمال التوبة. ما التوبة ما بتدل بسنا، ما بتدل بس انه يا رب ويا مشحر انا ويا مشحره وانا خاطئ، مش بس هيك بدها تدل، بدها تصير جمال. بدك ترجع انت الحقيقي، بدك ترجع انت الحقيقيه من مثل ما كنت قبل ما يشوهك وقبل ما تشوهك الخطيه. مره قريت جمله كتير حلوه بتقول ما بقى انا استغرب ليش المنيح بيعمل خطايا
ليش بيعمل غلط يا عم؟ كيف ننصدم نحن انه هذا انسان كتير منيح؟ كيف هيك عم بيعمل غلط؟ بتقول الجملة انه ما بقى انصدم من هذا الشيء، صرت بقول يا رب قديش رح يدل عم بغوص بالغلط تبعه قبل ما يوعى. سمعتوا شو مهم هالجملة؟ لانه نحن منغوص بخطية ونحن منقرر اذا بدنا نكفي فيها او نوقف. إذا قررنا نوقف رح نرجع ناس طيبين حلوين مثل ما بيشوفونا كانوا. يا عمي هيدا بجنن، هيدا بتجنن. قدي بدهم يدلهم رايحين بطريق غلط ومش واعيين. وأخطر شيء نوصل للمرحلة اللا رجوع، هي أخطر شيء. وكله شو؟ بإرادتنا وبقرارنا. اوعى تحطوا الحق أحدا، اوعى تحطوا الحق أحدا. انتوا مسؤولين عن قراركم الشرير يلي بدل من خطيه لخطيه لتوصلوا لمحل تصيروا انتوا الخطيه. بتبطلوا تعرفوا حالكم، بتصيروا تخطوا بدون ما تحسوا، بتصير الخطيه شيء كتير عادي. هيدا عم بيقول عنه يسوع انه رح شيل خطاياكم انتوا اللي بدكم تتوبوا ورح لبسكم تاج الجمال. يرجع بكفي بيقول وادهن السرور بدل النوح، بصير في فرح مش كل الوقت كآبة. في ناس بيقولوا الحياة المسيحية بدك تعمل مسيحي، بدك تدلع تلين هم انك خاطئ كل الوقت. يا رب انا خاطئ، وفي ناس ببشروا هيك، انت مسيحي دل عم بتنق كل الوقت انك خاطئ، دل عم بتتوب كل الوقت. اوكي بس مش هيك، بفرح، بفرح مش بيأس. ابونا انا كنت هيك وبعدني هيك وما في شيء بغيرني. وفي ناس بيقولوا لي اضرب من هيك، بيقول لي ابونا انا خلص قطع الوقت اللي كان فيه يغير فيه. مين قال لك؟ كيف قررت انه قطع الوقت اللي فيك تغير فيه؟ ما دامك واعي وعم بتقوله بيقطع الوقت اللي فيك تغير فيه لما تعمل الزهايمر، بطل عارف حالك شو عم تعمل. ايه بقول لك خارج، انت واعي على الحقيقه لحتى، بس انت واعي وعم تحكيني وبتقول لي انه فات الاوان. لا ما فات الاوان، انت واعي. اصعب ايه؟ انا بعترف فيها، كل ما نكبر بالعمر بتصير اصعب، مثل انه نشيل بطننا هي ذاتها. بس تكبر بالعمر بتصير اصعب انك تضعف، بس تكبر بالعمر بتصير اصعب انك تغير تفكيرك. بس بتقدر، مش معناتها ما بتقدر. وبيرجع بيقول ورداء تسبيح بدل الروح اليائسة. من هون بيجي فرح التسبيح والترتيل والترنيم مع ربنا بقلب الكنيسة. هيدا الفرح اللي منحمله من الزبيحة ومنروح فيه عبيوتنا. إذا ما حملناش وإلا طعمة صلاتنا وشقله طعمة حضورنا وعيوننا الشاخصة نحو يسوع، شقله طعمة. بيقول لأني أنا الرب أحب العدل وأمكت الاختلاس والظلم وأكافئ بأمانة وأقطع معهم عهدا أبديا. نحن العهد مع ربنا إلى الأبد. فإذن العيون شاخصة إلى يسوع. ماذا تريد اليوم؟ عيوننا شاخصة إلى يسوع ولا لا؟ بدنا كتير أشياء، بدنا كتير أشياء. يمكن هاول عم بقري لكم إياهن واللي عم بوعظهم بدنا إياهن، بدنا إياهن. نطلع بيسوع هيك بعيونه ونقول له أعطينا إشارة، أعطينا إشارة شو بدك، شو منشيل ما منشيل، نتضيف هاي لقلنا مش لقلنا. دايما عنا هود الأسئلة لربنا. بس يسوع هو النبوة، وما فيك تروح لعند يسوع إلا ما تحب الحق والحقيقة أكتر من أي شيء تاني. لا تحاب الوجوه وما تكذب من أجل أي مصلحة، هاي أخطر شيء وأصعب شيء. شايفين الخاطيين والكذابين بيتفقوا مع بعض، بيتفقوا مع انه بيكذبوا على بعض بس بيتفقوا. اللي بيسرقوا بيسرقوا بعض بس بيتفقوا. على شو بيتفقوا؟ هوديك بيتفقوا على الكذب، هو بيتفقوا على السرقه. اما الشخص الحقيقي الادمي يلي ربه قبل كل شيء، هذا اللي بخوف، هذا ما حدا بيقدر يتفق معه. لا الكذاب بيقدر يتفق معه، ولا الحرام بيقدر يتفق معه، ولا حدا من الناس يلي عندهم أفكارهم الخاصة بيقدروا يتفقوا معه. من هيك ما تستغربوا، ما حدا بقى يقول يا أنا قريب من يسوع، لا الدنيا كلها ضدي، أنا بصلي وبحب وبعمل خير، ليه ما في شيء بتوفق فيه؟ لأنك غير عن كل الدنيا. بدك تتوفق هون بالأرض أو بدك تتوفق بالسماء؟ بدك تتوفق بالقلب وبحقيقتك أم بدك تكلك شوي وتخلص حياتك؟ جاء واحد قال له لشاب رفيقه، قال له إذا عطيتك $1,000,000 بتخدهم؟
قال له أكيد بخدهم. شو مين بيقول لا؟ قال له طب إذا عطيتك مليون دولار وقلت لك بس عشرة بكرة الصبح رح تكون ميت تخدهم؟ قال له أكيد ما بدي أخدهم، شو بدي فيهم؟ قال له إذا وعيتك الصبح أهم من المليون دولار، يعني أنت معك أكتر من مليون، معك ملايين ومنك واعي. فإذا شفتوا كيف نحن مرات قدام عيوننا الحق والحقيقة وجمال الحياة بس نبحث عن الأكل الخارجي. بنهي معكم وبقول عيوننا اليوم شاخصة نحو يسوع تطلب البركة بالدرجة الأولى، والبركة تحتاج الحق والحقيقة لتجد مكانا لها تجلس فيه. أحب الحق والعدل والسلام فيأتي أمير السلام ويلمس المساكين ويحيي أرواحهم ويطلق المساجين أحرارا من خطاياهم وماضيهم وعقدهم النفسية، ويعطينا النور لتصبح عيوننا بذاتها نور تعكس حب القلب وحقيقة القلب الذي زرعه الله وسلام الروح التي نفخها الله فينا، فتتحقق كل النبوءات ويكتمل العهد ويبقى.